أكون متعسفا مع الأستاذ المحترم. ربهم يرزقون فيهم ألا خوف. لم تكن سوى مبادرة من شخصية ليبية. يقولون أن هذه المحطات هي التي تمثل. طبعاً كان عندنا معبر هو اللي كان من تماك اللي ندخلوا منه باش ندخلوا على خاطر كان عندنا. الجزائر دوما بقيت ملتزمة بعمقها الحضاري الإسلامي العربي ولا سيما في منطقة المغرب العربي. فإذا هذه المعركة خلدت محطة للتضحيات بين الشعب الجزائري والشعب الليبي. فرنسا لما شعرت بالخطر، شعرت بخطورة هذه القاعدة العسكرية، أرسلت مجموعة من المهريين لمهاريست لاستطلاع الأمر، غير أن قائد الجيش الليبي في منطقة قات وهو نوري الصديق تفطن. فهذه العملية جعلت من الإدارة الاستعمارية أو الجيش الفرنسي يقوم بردة فعل، وأرسل فرقة استطلاعية تكونت من 3 مدرعات واتجهت إلى قرية إيسين في 3 أكتوبر 1957، واكتشفت من طرف القيادة الليبية وبالضبط من طرف نوري للصديقة لجنوده لا يموت جزائري إلا أول جزائري إلا بموت آخر جندي ليبي.